طيب نستكمل بعد ما أخذنا السنترال تندنسي آخر مرة، بدنا نشوف الميجرينج للفاريابيليتي، قديش إنه البيانات متشتتة حوالين السنترال بوينتس، عشان هيك بسموها السنترال تندنسي، واللي من ضمن هالفاريانس والستاندرد ديفيشن سكيونس والبرسنتايل والرينجز. هذه كلها بدنا ناخذ كيف قياسها باستخدام المكتبات اللي احنا اخذناها. احنا شرحناها بشكل نظري، الفاريانس احنا شرحناه، تمام، هي المعادلة تبعته، تمام. فأنا عندي هنا ولدت مجموعة من البيانات بهذا الشكل، هنا اكس واكس وذ نان، وحكينا عن النان سابقا انه انا في عندي فعلا بيكون انه انا بستخدم فيها، انه بتكون البيانات بتكون في هذه الحالة ميسنج. فعليا انه انت بدك تقيس الفاريانس هو عبارة عن الاكس ناقص المتوسط، كل نقطة بدك تجيب حاصل الفرق بينها وبين المتوسط وتربع وتقسم، طبعا هذا الكلام سميشن، وتقسم على n ماينس واحد، تمام. فبالتالي احنا بلزمنا انه احنا نجيب الان، الان هي عبارة عن اللين تبع الاكس، المتوسط هو عبارة عن المين. لاحظ انه هنا حط مين اندر سكور، حط مين اندر سكور، والسبب في ذلك انه هو بده يسمي متغير مختلف، او يعني لانه انت في عندك دالة اسمها مين وفي عندك دالة اسمها فار، فبالتالي عشان تتميز بينها وبين هدول الكي وورد المحجوزة انه بنستخدم فيها الاندر سكور، يا اما بتستخدم اسم مختلف يعني، تمام. فهنا انت عندك مين اندر سكور هو عبارة عن السم على الان، وهنا الفاريانس هو عبارة عن كل ايتم طرحه من المين ربعه فور ايتم ان اكس، لف عليهم واحد واحد، قسم على ال n ماينس واحد. هاي الفاريانس انا طلع عندي بهذا الشكل. طبعا هذا الكلام انه نفذ لك، عمل لك implementation للمعادلة step by step. ممكن تستخدم المكتبة الجاهزة من مكتبة الاستاتستكس وتستدعي الفاريانس وتدي له المتغير تبعك ويطلع لك النتيجة بشكل مباشر. الستاندرد ديفيشن نفس الفكرة، الستاندرد ديفيشن هو عبارة عن الفاريانس تحت الجذر، فبالتالي انه رفع الفاريانس للقوة نص، معنى ذلك انه هو حطه تحت الجذر، فبالتالي انه هذا هو الستاندرد ديفيشن، او ممكن من دالة الستاتستكس على طول مباشرة تستدعي الستاندرد ديفيشن. السكيونس انه انت بتقيس السيمتري للديتا سامبل تبعك، قديش انه هي غير متماثله البيانات تبعتك. طبعا في النورمال ديستريبيوشن بتكون شكلها على شكل جرس، بتكون التماثل انت عندك 100%، لكن في بيانات اخرى ممكن ما يكونش في عندك تماثل، تمام. فبالتالي انه هي المعادله تبعتها، وهي وحسبها نفذ عمل امبلمنتيشن للسيمتري بهذا الشكل. او ممكن انه انت ايش تسوي، انه تستخدم داله من الدوال عشان تحسب السكيونس. لاحظ هنا انه ايش عمل، بي دي دوت سيريز، احنا سابقا كنا نعرف داتا فريم، لكن هنا عرف سيريز. ليش؟ لانه انا عندي 1 دايمنشنال داتا، اداله الاكس، والاكس عباره عن صف واحد، تمام، او عمود واحد، تمام. بعدين هاي الزي عباره عن سيريز، وهي الزي واثنان، تمام. جاب السكيونس لإلهم هما الاثنين، هاي السكيونس طبعا انه لإلهم هما الاثنين، انه لانه عشان هذه فيها نان ما بياخذوا بعين الاعتبار، فطلع نفس الشيء، مع انه انت عندك البيانات مع النان خمسة خمسة، وهنا انت عندك أربعة، تمام. فبالتالي انت في عندك دالة بيلت ان في السيريز، انه انت ممكن انه لأي عمود انت بدك اياه تحسب السكيونس قديش عدم التماثل تبعه. البرسنتايل احنا شرحناها وفهمنا، حطيت لك شرح يعني بوضح لك انه يعني شرح مختصر بوضح لك ايش معنات البرسنتايل، انه الربع الاول من البيانات او الخمسين الاولى، 50% من البيانات وال75% من البيانات، شو بتعني انه هذه القيم، وكيف انه انت تحصل عليهم، تمام. يعني هنا على سبيل المثال انه هنا عمل كوانتايلز، كوانتايلز انه عندك انه هنا انه الان بتساوي 2،
فبالتالي انه زي كانه قسم البيانات لقسمين، وهي انه عندك منتصف البيانات هنا. هنا حط انه الان بتساوي 4 تمام، والميثود انكلوسيف معنى ذلك انه هو دخل الرابعه برضه. فبالتالي انه زي ما شفنا انه هذا الربع الاول، هذا الربع الثاني، هذا الربع الثالث، معنى ذلك انه 25% من البيانات القيم تبعتها اقل من بوينت واحد، 50% اقل من نص، 75% اقل من 21 بهذا الشكل. تمام، طبعا هذا الكلام احنا شفناه في دالة الباند، في مكتبة البانداز، انه من خلال الديسكرايب بيجيب لك كل المعلومات هذه، لكن برضو موجود في دالة الاستاتستكس. تمام، فهنا وموجود برضو في دالة في مكتبة النمباي. في مكتبة النمباي ممكن تستدعي البرسنتايل وتعطي له انه الواي، وبتقول له انه انا بدي الربع الرابع من البيانات، الربع الرابع من البيانات تمام، او الربع الخامس من البيانات بهذا الشكل. الرينجز زي ما حكيت انه مهم جدا ان انت تعرف الرينج تبع البيانات، المين والماكس، ممكن من خلالها انه انت يعني عشان انه انت بدك تعمل استيميشن لشغله معينه، زي ما حكينا انه انت على سبيل المثال بدك تعمل معالجه لمستندات، او بدك تعمل معالجه لبيانات، قديش حجم البيانات تبعتك؟ على سبيل المثال بدك تعمل معالجه للصور، الصور هذه قديش حجمها؟ خلي بالك كل صورة أنا بعملها إنه بياخد مني وقت وبتكلف مني فلوس على الكلاود مثلا على سبيل المثال. فبدك تعمل استيميشن، بدك تشوف قديش حجم البيانات اللي موجودة عنده، فبتشوف قديش أقل ملف قديش الحجم تبعه، وقديش أعلى ملف في الصور أنت عندك، وبتعمل تقدر تعمل تقدير إنه أنت بتقول مثلا على سبيل المثال ثلاث أرباع الملفات الحجم تبعها أقل من 1 ميجا، فبالتالي معظم الملفات صغيرة، فبالتالي التكلفة تبعتها حتكون كذا، ربع الملفات حتكون إنه الأحجام تبعتها كبير شوية، يعني عدد قليل منها ربع البيانات مش كلها، فبالتالي إنه هذا بحسبه كتكلفة ثانية مختلفة إيه تماما. تمام؟ طيب حلقيت السمري تبعت الديسكريبتيف ستاتستكس في دالة الساي بي، يعني مكتبة الساي بي، بتقدر انه انت تعمل ديسكرايب برضو زي البانداز بنفس الشكل. فبالتالي ايش بروح بيطلع لك؟ بروح بيطلع لك الكاونت والمين والستاندرد ديفيشن والمين والماكس وال الارباع الاربعه اللي موجوده انت عندك. فبالتالي هاي المين والفاريانس والسكيونس تمام، والكورت كورتوسيس. الكورتوسيس اعتقد انه شرح لك اياها انا هنا تحت، هيها الكورتوسيس تبعت الداتا سيت، انه قديش الداتا سيت هذه، اللهم صل على سيدنا محمد. بالضبط، هاي الشكل تبعها. اللي هو التفرطح تبع البيانات، بالضبط، التفرطح تبع البيانات. فبالتالي أنت عندك ممكن تكون زي هيك، وممكن تكون انه هاي انت عندك هذه بتفرطح، بمعامل تفرطح مختلف. انت عندك هذا انه تفرطح عالي تمام، وهذه انه تفرطح يعني عفوا، هذا التفرطح انه قليل، هذا التفرطح انه اعلى واعلى واعلى، كل ما نزلت بيكون التفرطح اكثر انت عندك. فبالتالي هي انه الرسمة ب تفرطح مختلف انت عندك في البيانات، عشان تعرف يعني، بس عشان تشوف بس توزيع البيانات انت عندك. تمام، طبعا working with 2D data زي ما شفنا في النمباي اري، كيف ممكن انه احنا نعمل 2D data، وممكن انه انت تحسب كل الاشياء هذه للديتا تبعتك، المتوسط والميديان والفاريانس، بتحسبه لكل المصفوفة. ممكن انه انت تطبق هذا الكلام على صف، على مستوى الصفوف، على مستوى الاعمده، بتحط انت عندك الاكسس بتساوي 1 تمام، انه بيطبقوا على مستوى الروز،
وتحط الاكسس بيساوي واحد، بيطبق لك اياه على مستوى الكولومز بهذا الشكل. فبالتالي ما دام طبق لك اياه على مستوى الكولومز راح يجيب لك انه هنا 3 قيم لكل كولوم، بيجيب لك مين لحال. على مستوى الصفوف راح يجيب لك 1 2 3 4 5 5 قيم للمتوسط. تمام. كديتا فريم شفنا كيف نتعامل مع الديتا فريم، ممكن انه انت تجيب المين لكل الديتا فريم. فبالتالي انت عندك هاي الديتا فريم، هاي A B C اسماء الاعمده، اسماء السجلات first second third fourth fifth. تمام. المين راح جاب لك اياها على مستوى الاعمده، العمود A ايش المين تبعه؟ 6 و2، العمود B 8 و2، والعمود سي 1.6. وممكن انه انت تجيب الفاريانس لكل واحد. تمام. ممكن انه انت تجيب المين على مستوى الصفوف، فبالتالي انه انت بتحط الاكس بتساوي واحد، فجاب لك الفيرست رو ايش المين تبعه. تمام بهذا الشكل. وممكن انه انت تشتغل على عمود لحال، انه انت تفتح الداتا فريم، تفتح الاقواس، تمام، تحط اسم العمود وتجيب انه هي العمود هذا، وتجيب المتوسط تبعه بهذا الشكل. ممكن انه انت تجيب الفاليوز تبعت الداتا فريم، لاحظ انه الداتا فريم هيو، تمام، الفاليوز اللي هي عباره عن المصفوفه هاي اللي هي 1 1 1 2 3 1. فبالتالي هي الدي اف فاليوز، لاحظ انه هو ايش رجع لك اياها، ايش التايب تبعها، عباره عن نم باي اري. فبتلاحظ انه المكتبات هذه مرتبطه ببعض بشكل كتير كبير، فالبانداز مبنيه على النم باي، وبتستخدم الساي بي والساي بي، وبتستخدم مكتبات اخرى عشان انه هي تسهل لك التعامل مع البيانات بشكل كتير كبير. فالديتا فريم هذا ممكن انه انت تحوله لنمباي، تقول بس مجرد انه تو نمباي بحول لك اياها بهذا الشكل، هي نفسها نفس الفاليو. تمام. الديسكرايب اوريدي احنا حكينا عنها، شفنا الكاونت و الستاندرد ديفيشن والربع الاول والثاني والثالث للبيانات والمن والماكس، وحكينا عنهم، هيهم مشروح عنهم بشكل بهذا الشكل. تمام. ف انت ممكن انه انت تستهدف في ديسكرايب انه انت بدك، ما دام انت عندك هذه عباره عن اسماء صفوف، تمام، وهذه عباره عن اسماء اعمده، ممكن انه انت تعمل سيلكت لقيمه معينه. يعني هنا على سبيل المثال انت بتجيب المن للعمود A، هنا على سبيل المثال بتجيب الستاندرد ديفيشن للعمود B، وهكذا. فهنا هيو هاي ديسكرايب دوت ات، حكينا انه انا بدي المين، حكيت اسم الصف، فتحت براكتس زي هيك بتحط اسم الصف اسم العمود، اسم الصف مين والعمود A، بيجيب لك القيمة تبعته انه 6.2 بهذا الشكل. ف هاي كل ما يتعلق ب ب ب شو اسمه ب بالفاريابيليتي. تمام. في اي سؤال على الفاريابيليتي؟